منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مباشرة. إلى العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعد تأهلها إلى نهائي الملاكمة بأولمبياد باريس، والبطلة الجزائرية تعبر عن امتنانها للسيد الرئيس ولكل الجزائريين. هذا الفوز نهدي كامل الشعب الجزائري اللي ساندني من بداية حتى النهاية، كامل الجالية الجزائرية، حتى رئيس الجمهورية اللي دعمني هو شخصيا ويعرفني شخصيا ويتحدث معي شخصيا، نشكره جزيل الشكر. رئيس الجمهورية يشرف على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2024. وفي المناسبة، تثمين لجهود رئيس الجمهورية في ترقية المنظومة التربوية، والطلبة المكرمون يشيدون بعناية السيد الرئيس وتشجيعه لأهل العلم. تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقبل، عزيمة على المشاركة البناءة والإسهام في مسيرة البناء الوطني، وتسخير لكافة الإمكانات لتسهيل إقبال المواطنين وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الملاكمة إيمان خليف عبر حسابه الخاص عقب تأهلها إلى الدور النهائي بالألعاب الأولمبية بباريس، وجاء في نص التهنئة: شكرا إيمان خليف على إسعادك كل الجزائريين بهذا التأهل القوي والرائع للنهائي، الأهم قد تحقق وبحول الله التتويج بالذهب، كل الجزائريات والجزائريين معك. بكل جدارة واستحقاق، إذن اقتطعت ابنة الجزائر الملاكمة البطلة إيمان خليف تأشيرة التأهل إلى الدور النهائي في وزن أقل من 66 كيلوغراما في أولمبياد باريس، بعدما أطاحت بمنافستها التايلندية سوانا فينغ. هذا وأعربت البطلة الجزائرية إيمان خليف عن امتنانها للدعم الشخصي لرئيس الجمهورية لها وللشعب الجزائري على الاهتمام والمساندة بعد أن ضمنت الفضة في انتظار التتويج بالذهب. أنيس مزيان: كي نتفكر بلادي يلزم ويتوجب عليا أني نقدم كل ما عليا لأنه بلادي. والله راني فرحانه بزاف، ما قدرتش واش نهدي كامل الشعب الجزائري اللي ساندني من بدايه حتى النهايه، كامل الجاليه الجزائريه، حتى رئيس الجمهوريه اللي دعمني هو شخصيا ويعرفني شخصيا ويتحدث معي شخصيا، نشكره جزيل الشكر. كذلك حبيت نوجه تحيه لعائلتي الكريمه، عائله خليف، امي نوجه لها هذا، نهدي لها هذا الفوز، الاب تاعي نهدي له هذا الفوز، كل عائله، قريتي الصغيره، ولايه تيارت. وفي انتظار مواجهه ايمان خليف لغريمتها الصينيه في الدور النهائي، بعثه التلفزيون بباريس ترصد ارتياحا كبيرا وفرحه غامره لدى الجاليه الوطنيه بعد فوز البطله في انتظار الترسيع بالذهب. فيفا لاجيري 1 2 3، فيفا لاجيري. مبروك علينا الفوز وتحيه للجزائر، ونهديوها للشعب الجزائري كامل، تحيه للجزائر والبلاد الجزائر والمراه الجزائريه، والله يرحم الشهداء. ايمان عطيتينا لحظات ما نساوهاش حياتنا كامل. الجزائر ايمان 1 2 3، فيفا لاجيري. ايمان جي الشعب معك يا ايمان، جي الشعب معك يا ايمان، جيش الشعب معك يا إيمان. على إيمان الانتصار وإن شاء الله الذهبية. 1 2 3 فيفا لاجيري تحية الجزائر. برافو إيمان، فيفا لاجيري. أشرف أمس رئيس الجمهورية بقصر الشعب على مراسم تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2024. مراسم حفل التكريم حضرها رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المحكمة الدستورية،
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشار الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وأعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، إلى جانب ممثلين عن فعاليات الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ المتفوقين. رئيس الجمهورية استهل التكريم بالفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا، ثم الناجحين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي، والمتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة، والأوائل من فئة ذوي الهمم. كما كرم السيد الرئيس المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط والمتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن. رئيس الجمهورية كرم الفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا. المتفوق الأول في امتحان شهادة البكالوريا محمد أمين مقران هو الحاصل على شهادة البكالوريا بمعدل 19.62 في شعبة الرياضيات، أصيل ولاية تيبازا، يحظى بميدالية يوشحه إياها السيد رئيس الجمهورية وهدية ومكافأة مالية. التلميذة الثانية وطنياً ماريا إيناس راحل حصلت على شهادة البكالوريا في العلوم التجريبية بمعدل 19.54، وهي أصيلة ولاية وهران، توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية، كما تحظى بهدية ومكافأة مالية. المتفوقة الثالثة وطنياً التلميذة وصال أولم حصلت على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.52، وهي أصيلة ولاية خنشلة، توشح بميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. السيد الرئيس كرم أيضا المتفوقين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي. يتقدم التلميذ أيوب شرفاوي حصل على شهادة البكالوريا شعبة هندسة ميكانيكية بمعدل 19.25، أصيل ولاية تلمسان، يحظى بدرع تكريمي وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة ضحى حوابس حصلت على شهادة البكالوريا في شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 18.80، أصيلة ولاية قسنطينة، تحظى بهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة إيمان الرحامنية هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة التسيير والاقتصاد بمعدل 18.63، أصيلة ولاية الطارف، تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية. المتفوقة الأولى في شعبة الآداب والفلسفة التلميذة عبير قتوم حصلت على معدل 18.06، وهي أصيلة ولاية خنشلة، بدورها تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقة الأولى في شعبة الموسيقى الفنون في أول بكالوريا للفنون التلميذة وجود حمام بمعدل 17.41 من مديرية تربية بالجزائر وسط، تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كرم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا من مدارس أشبال الأمة. يتقدم شبل رياض قلوش جديد هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات بمعدل 19.10 عن مدرسة أشبال الأمة بوهران،
يحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم شبلة الأمة عائشة بن عبد الرحمن، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا تخصص رياضيات بمعدل 19.02 من مدرسة أشبال الأمة بوهران. تحظى بدرع وهدية وشهادة ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. كما حظي المتفوقون الأوائل في شهادة البكالوريا من فئة ذوي الهمم بتكريم من قبل السيد الرئيس. التلميذة السميعة هاجر شرقي حصلت على معدل 17.87 في شعبة العلوم التجريبية، أصيلة ولاية بتنا. تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة آلاء مشلح، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 17.69، أصيلة ولاية الوادي. تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ البصير شمس الدين عريبي، هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الآداب والفلسفة بمعدل 16.63، أصيل قصر البخاري بولاية المدية. السيد رئيس الجمهورية أشرف أيضا على تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط. المتفوقين في امتحان شهادة التعليم المتوسط، تتقدم التلميذة المتفوقة الأولى لينا زجرار، هي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط لدورة سنة 2024 بمعدل 19.94. تحظى بميدالية يوشحها إياها السيد رئيس الجمهورية ومكافأة مالية. المتفوقة الثانية في امتحان شهادة التعليم المتوسط هديل خيتوس، تحصلت على معدل 19.92، توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. التلميذة الثالثة المتفوقة وطنيا شهد نور الهدى زاوي، حازت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.87، توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. رئيس الجمهورية كرم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط من مدارس أشبال الأمة. شبل الأمة البراء سلمان، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.52، أصيل دائرة بن سليمان بالمدية من مدرسة أشبال الأمة بالمسيلة. يحظى بدرع تكريمية وهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. كما كرم سيد الرئيس المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط من فئة ذوي الهمم. تتقدم التلميذة نور دعاء تهاني، وهي التي تحصلت على شهادة التعليم المتوسط لدورة سنة 2024 بمعدل 18.08، أصيلة ولاية سطيف. تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ البصير إبراهيم بن أحمد، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.89، أصيل ولاية ميلا. يحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ السميع محمد عامر، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.54 من مديرية التربية بالجزائر وسط. يحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كرم التلميذ المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن.
تكريم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش، وهو المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن. عبد العالي دراش شمس الدين. سيدي رئيس الجمهورية، التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش قد وقف أمامكم العام الماضي في نفس الموقف متوجاً بميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية باليابان، وكان تلميذاً في السنة الثانية ثانوي، وقد دعوتم له سيدي رئيس الجمهورية لأن ينتقل إلى السنة الثالثة، وقد توج مرتين فنجح في شهادة البكالوريا بمعدل 18.05 وتوج بالذهب من جديد، والحمد لله أن استجاب الله دعاكم. رئيس الجمهورية أخذ في ختام حفل التكريم صورة تذكارية مع المتفوقين الأوائل المكرمين. وزير التربية الوطنية وفي كلمة له بالمناسبة أعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية نظير حرصه على رعايته الشخصية حفل تكريم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط. أولى عبارات الشكر أوجهها بكل اعتزاز وافتخار إلى السيد رئيس الجمهورية، رافعا لمقامه الكريم أسمى وأرقى تعابير التقدير والامتنان والإكبار لحضوره وإشرافه الشخصي على هذا الحفل. سيدي الرئيس، إن رعايتكم السامية لهذا الحفل وسام فخر واعتزاز على صدور أبنائنا المكرمين، وعنايتكم الفائقة بالمدرسة إنما هي بشائر خير تنبئ بقادم واعد للتربية والمربين في جزائر قررت الارتقاء بالعلم وبمصف التربية ومحترف التعليم. مما لا يخفى على أحد أن كل قطاعات الدولة حققت طفرة كمية ونوعية في فترة وجيزة تحت قيادتكم المتبصرة والرصينة، سواء في الجوانب الاقتصادية أو الصناعية أو الاجتماعية، فبالرغم من داء الوباء وما ميز السنوات الأخيرة من صعوبات وتحديات وسياقات إقليمية وجهوية وحتى عالمية، تحطمت أمواج شرورها على صخر حنكتكم وعزيمتكم، حيث تحققت إنجازات استراتيجية تاريخية على المستويين الوطني والدولي لم نشهد لها مثيلا من قبل، وكان فيها للتربية والتعليم حظ وافر. وهذه الآن بعض انطباعات المكرمين. شعور في هذه اللحظة يشبه نفس الشعور تقريبا لحظة إعلان عن النتائج ولحظة إبلاغي بحصول على المرتبة الأولى، ولكن في هذا اليوم كان شط وختامها مسك، كان هنا الختام بالحصول على هذه الميدالية وتسليمها لمن تعرف رئيس الجمهورية، وبالتالي فقد امتلأت نفسي بمشاعر الافتخار والاعتزاز. أنا اليوم أشعر بمشاعر يعني مختلطة بين الفرح وبين الفخر، لأنني اليوم حظيت بتكريم وتتويج من قبل رئيس الجمهورية بالميدالية وهذه الهدية، وتقدم بجزيل الشكر للسيد رئيس الجمهورية على هذا الاهتمام، هذا الدعم وهذا التكريم الرئاسي بالذات، هو بمثابة تحفيز وحافز للمستقبل لأن نستمر في نفس الدرجات وأن نكون في نفس المرتبة إن شاء الله أو أكثر. أنا اليوم جد فخورة أنني حظيت بتكريم من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي خص بنا في هذا اليوم بتكريم خاص للمتفوقين الأوائل وطنيا في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. أريد أن أقدم له تحية شكر خاصة على دوام تشجيعه واهتمامه بالمتفوقين الأوائل وطنيا، هذا ما يحفزنا دوما لتقديم أفضل من أجل الجزائر. هو تشجيع كبير من طرف السيد رئيس الجمهورية لمنتخب الجزائر لكي نخدم الجزائر مستقبلا ونبنيها ونطور منها إن شاء الله. أهدي هذا النجاح لوالدي الذي كان سندا لي، والشكر خاص للطاقم التربوي. أشكر السيد الرئيس على هذا التكريم، يحفزني باش ندير اكثر في المستقبل. بما ان رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون كرمني في هذا الحفل فهذا يشرفني ويشرف عائلتي،
وأشكر كل من ساهم فيه. يعني شعور لا يوصف، فرحة بأنه تهدي الفرحة نتاعك المدينة نتاعك والأهلك، وخاصة بعد أن تم تكريمي من طرف رئيس الجمهورية. يعني كانت فرحة، أنه حسيت بالفخر، حسيت أنه فرحت والدي فرحت عائلتي. نحن نقف اليوم هنا في أجواء من السعادة والفخر وكذا الامتنان لكل من جوارنا طوال المسيرة الدراسية والذين كانوا سببا في نجاحنا. وطبعا هذا شعور لا يوصف، حيث أنها ستبقى ذكرى خالدة في ذات الإنسان. كانت فرحة عارمة وفخر واعتزاز كذلك، حيث قابلنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي استقبلنا بحفاوة وصدر رحب. أهدي هذا النجاح لكافة الطاقم التربوي وبالأخص والدي وكذا قيادة مدرسة أشبه الأمة بن سيلة وقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. كان شرف عظيم أن نحظى بتكريم من سيادة الرئيس. كان شعور بالسعادة وبالفخر شعرت بسعادة وشرف. أشكر رئيس الجمهورية لويس تبون على هذه الدعوة المميزة. والحمد لله الذي قدرنا وصلنا البلاصه هذه. على مدار السنوات السابقه حوالي 2015 2016 2017 الاولمبياد الرياضيه لم يكن يحظى باهتمام من طرف التلاميذ، ولكن بفضل سياده رئيس الجمهوريه كان التقديرات التي كانوا يقدمها للتلاميذ المتفوقين في الأولمبياد الرياضيات مثل التقييم هذه السنه الماضيه وهذه السنه والتهنئه التي قدمها على منصه اكس، هذه تقدر تحفز التلاميذ بشكل كبير جدا على المشاركه في مثل هذه المسابقات. بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم. وستنصب أشغال هذا الاجتماع حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية، وذلك وسط تصعيد خطير وغير مسبوق تشهده الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط جراء الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني على أكثر من جبهة وصعيد. وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع في سياق جهودها ومساعيها الرامية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وفي إطار تضامنها الدائم مع دول وشعوب الجوار الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات السافرة للاحتلال الصهيوني الاستيطاني. إلى ملف رئاسيات 7 سبتمبر المقبلة وقبيل أيام على انطلاق الحملة الانتخابية، تحذيرات متواصلة تسهر عليها مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعاصمة، والمواطنون واعون بضرورة تأدية دورهم الدستوري. حنان بورايو. على توقيت رئاسيات 7 سبتمبر، الجزائر تضبط عقارب تحذيراتها وتقرن الوقت بالجهد. هنا بالتنسيقية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعاصمة، يشتغل أعوان المكاتب والتقنيون في قاعة العمليات هذه على تدقيق قوائم المنتخبين قبل توزيعها على مستوى المندوبيات البلدية وعلى المترشحين والمكاتب. المنسق الولائي يتابع سير العمل مع الحرص على أدق التفاصيل، فالرئاسية موعد سياسي مصيري. نحن نعتكف الآن على إعداد وضبط القائمة الانتخابية، قائمة التوقيعات التي سيلجأ إليها هؤلاء الناخبين أو المترشحين للإدلاء بصوتهم. بعدها يتم مباشرة الاعتكاف أيضا على إعداد قوائم التأطير. بعد قفل القائمة الانتخابية نعتكف على إعداد بطاقة الناخب اللي هي حق للمواطن. نحن الآن نعد عن طريق ما يسمى بالتعاون مع الإدارة العمومية من أجل تمكيننا من القاعات التي ستحتضن هذه الحملة الانتخابية وتسليمها إلى المترشحين أو من يمثلهم.
شوارع العاصمة هذه الصيفة تتأهب للحدث الرئاسي. أهل البهجة المحروسة وحتى زائروها واعون جدا بأهمية هذا الموعد، فالسابع سبتمبر بالنسبة لهم يوم يستدعي ممارسة كل شخص لحقه الدستوري. هم يثنون على ما حققته الجزائر من تطور وتنمية، ولسان حالهم يتمنى ويأمل في أن تكون العهدة الرئاسية القادمة محطة تاريخية أخرى تحقق فيها الجزائر إنجازات سيادية ترقى للأجيال القادمة. كمواطنة جزائرية رايحة نروح ننتخب وندعو الشعب الجزائري كما يقولوها ونسى تاع كما نقولها الجزائر كامل يروحوا ينتخبوا، وبلادنا الله يبارك ما شاء الله. أنا نحب الجزائر ما نكذبش عليك، وين نروح مين نحب الجزائر. أنا كطالب جامعي نتمنى إن شاء الله تكون من بعد ما التخرج إن شاء الله تكون مناصب تاع الشغل طالبة باش يكونوا يخدموا إن شاء الله. بالنسبة للشباب نقول لهم عادي الانتخابات الرئاسية، روح انتخب وتبدي برأيك وتبدي برأيك وتعطي الواجب تاعك. جينا من مدينة الأغواط في إطار زيارة سياحية. بالنسبة للانتخابات الرئاسية بالطبع لازم نشاركوا بالصوت تاعنا في الانتخاب، الواجب وطني. أنا الأول نفوطي بعشر سبعتين. رئاسيات السابع سبتمبر الموعد الذي ينتظره الجزائريون، ترصد له الدولة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ليكون محطة تاريخية مشرفة تكتب للجزائر. وعلى وقع هذا الحدث الانتخابي الهام في مسار المضي قدما بالبلاد، يضبط ساكنة الجلفة كل اهتماماتهم على ضرورة تسجيل مشاركة قوية من أجل تعزيز البناء الديمقراطي وخوض غمار البناء التنموي الشامل والمستدام. محمد شوقي بونيف. الشباب هذه القوة الدافعة نحو كل ما هو أفضل في المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل زاهر، حيث تقود هذه الشريحة قاطرة طموحات وآمال الشارع الجلفاوي. فهذه الطموحات ستتحقق بعد المشاركة القوية في إنجاح العرس الانتخابي يوم 7 سبتمبر المقبل. ولاية الجلفة تعتبر من أكبر رابع ولاية على مستوى الوطن من ناحية الكثافة السكانية، هيئة انتخابية كبيرة، وتعرفوا أن الجزائر هي من كبار الدول، 80% تقريبا منها شباب. يعني نتمنى تكون عندهم شباب، تكون عندهم كلمتهم، وأي شخص يعبر على آرائه ما ينسحبش، لأنه تعبيرنا هو اللي راح يحدث الشفافية المطلقة. ماذا بين الرئيس اللي راح إن شاء الله راح يربح يكمل مسار تنمية ويتهلا في البلاد والعباد والشباب، وما يمسر يواصل مسار التنمية إن شاء الله. من هذا المنبر أدعو جميع الناخبين وخاصة شريحة الشباب للإقبال على صناديق الاقتراع لاختيار الشخص الأمثل حس بكل ديمقراطية وشفافية. وذروة التعبير الديمقراطي هو الانتخاب، وهذا الحدث سيكون أكيد حدث وطني. وأيضا في الجلفة أدعو كل الناخبين اللي في الجلفة إلى الإقبال بقوة على الصناديق واختيار ممثلهم من بين 3 مترشحين في الجزائر اليوم في مرحلة جديدة لاستكمال المسار الديمقراطي. الجلفة وبوعاء انتخابي يفوق 617 ألف ناخب يمثل الشباب فيهم نسبة معتبرة برؤى نحو تعزيز البرامج التنموية المحققة بمؤشرات أكثر إيجابية. أتمنى أيضا من الرئيس القادم أنه ينظر أكثر إلى الشباب، شباب الجزائر، من خلال الملفات الكبيرة اللي تعني هذه الفئة اللي هي السكن، العمل، إلى غير خاصة خريجي الجامعات. ونقول لكل مواطنين تاع الجلفة وكل شباب تاع الجلفة أنه هذا موعد هام جدا جدا جدا، فلنذهب جماعات إلى الانتخابات ونشاركوا فيها بقوة. احنا متفائلين لأنه من التفاؤل يولد الأمل، ومن الأمل يولد العمل، ومن العمل يولد النجاح. لكن إن شاء الله متفائل، الهيئة الناخبة كلها تكون متفائلة، وكل مواطن إن شاء الله يكون متفائل ويؤدي الواجب بتاعه من أجل أننا ننقل هذا الواجب إلى المنتخب الذي ينجح في الانتخابات لكي يواصل المسيرة بإذن الله تعالى. هذا العرس الانتخابي الذي له يعني أثر كبير على الجلفة، وشهدنا الجلفة أنها يعني بشبابها وبإمكانياتها أنها تقدر تكون من عواصم المدن الكبرى، مثل ما أنها استطاعت أنها تفتك الكثير من المؤهلات. ونعرف بأن الجلفة ولاية مليونية، فيمكن لنا أن نكون يعني من بين الولايات التي تتحصل على كثير من المشاريع.
إذن فمشاركة الشباب القوية في الاقتراع المقبل سيفتح دون شك الأبواب أمامهم لخوض غمار التنمية المستدامة والشاملة واستمرارية بناء الجزائر في كنف الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وميثاق أخلاقيات الممارسة الإعلامية لضمان تغطية إعلامية احترافية وحيادية تحسبا للموعد الانتخابي كان في صلب لقاء بدار الصحافة طاهر جاوت أمس من تنظيم المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين. اللقاء ضم ممثلي المؤسسات الإعلامية للسمعي البصري وقنوات للتلفزيون للقطاع العام والخاص. باريزة جلامدة. قرار السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي يحدد كيفية وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية جاء ليضبط الممارسة الإعلامية للمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة، خاصة في ظل مسار استحقاقي يتطلب تغطية إعلامية مهنية وحيادية لضمان نقل المعلومة إلى المواطنين بكل احترافية. تطرقنا إلى أخلاقية المهنة، إلى التحديات الجديدة الطارئة على مجال السمعي البصري، خاصة فيما تعلق بالترويج الإلكتروني، بالعمل الإلكتروني الذي يرافق التغطية السمعية البصرية للحملة الانتخابية، وعن غيرها من النقاط التي تدخل من أجل إرساء جو تسوده الشفافية، تسوده المصداقية، وتسوده المساواة بين جميع المترشحين. اجتماع اليوم مع ممثلي السمعي البصري في القطاع العمومي والخاص كان من أجل تحسيس بهذه المسؤولية. اللقاء كان فرصة للتحاور والتشاور حول ما ورد في ميثاق أخلاقيات المهنة لضمان تغطية إعلامية تحترم فيها معايير الممارسة المهنية. ركزنا أكثر على ميثاق أخلاقيات الممارسة الإعلامية خلال الانتخابات الرئاسية الذي هو عبارة عن رقابة ذاتية ضامنة للتغطية الإعلامية المحايدة والمهنية، والهدف هنا هو نقل صورة مشرفة عن هذه العملية الديمقراطية. واليوم وسائل الإعلام مدعوة لضمان تغطية إعلامية احترافية ومهنية للاستحقاق الرئاسي المقبل وضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام بالنسبة لبلادنا، وذلك من خلال احترام أخلاقيات المهنة والتقيد بما ورد في ميثاق أخلاقيات الممارسة الإعلامية. إذن فوسائل الإعلام العمومية والخاصة مدعوة لتأدية دورها في تحسيس المواطنين وإعلامهم بكيفية التصويت ورهان الاقتراع والمساهمة في ترقية الحس المدني، خاصة ونحن على أبواب انطلاق الحملة الانتخابية. بمقر التلفزيون الجزائري أشرف المستشار المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية السيد كمال سيدي سعيد أمس على تنصيب السيد عادل سلاقجي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة العمومية للتلفزيون خلفا للنذير بوقابس. دوليا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة بارتكابه مجازر جديدة في حق الأبرياء، حيث نفذ الاحتلال الصهيوني خلال الساعات القليلة الماضية 3 مجازر بحق عدة عائلات في غزة خلفت عشرات الشهداء والجرحى، فيما ارتقى 5 شهداء فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مركبة في جنين بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان السافر على غزة إلى أزيد من 39,660 شهيد. هذا وأعلنت حركة حماس أمس تعيين القيادي يحيى السنوار رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية. والوضع الإنساني والمتفاقم في قطاع غزة يبلغ ذروته بعد أكثر من 10 أشهر من العدوان السافر، ليتحول القطاع المنكوب إلى بؤرة للأوبئة والأمراض المعدية بعد أن تهالكت جميع مستشفياته، منذرة بانهيار تام للمنظومة الصحية. كاميرا التلفزيون وقفت عند حجم معاناة المرضى وهم يخضعون لعمليات جراحية دون تخدير أو حتى تعقيم. المراسلة من غزة لوسام أبو زيد. بمجرد دخولك أقسام العناية المركزة في مستشفيات غزة المتهالكة تدرك حتما مدى حجم الألم الذي يعاني منه آلاف الأطفال المصابين والمرضى لانهيار المنظومة الصحية وعدم وفرة العلاج اللازم لمداواتهم، فتجدهم ما بين الحياة والموت البطيء على أسرة المرض، وتتشبث الأهالي بأي أمل لإنقاذ أبنائهم.
اللي صار نزل الصاروخ، تعرضت بنتي لعدة شظايا في ظهرها اللي أثرت عندها على رجليها، حركة رجليها صار عندها شلل نصفي، وفي كمان عدة شظايا ضايلة ناعمة، بيحكوا إنه عملهاش شغل هنا في غزة لأنه فيش إمكانيات، ويعني وكثرة المصابين بتخليهم ما يهتموش كتير في المرضى الموجودين في المستشفى. قلة الإمكانيات تظهر في هذه العملية الجراحية التي تجرى لأول مرة دون قفازات وقائية من انتقال الفيروسات، كما أقيمت العديد من العمليات الأخرى دون أي جرعة من البنج. لأول مرة يتم إجراء عمليات بدون لبس كامل معقم، لبس كامل معقم للعمليات، فاضطرينا أنه إحنا نشتغل بس ندبر للدكتور كامل معقم، هذا بيجعل غرفة العمليات أنها تضلها غرفة غير معقمة. وضع صحي يزداد تعقيداً بعدما أعلنته وزارة الصحة عن غزة منطقة لوباء شلل الأطفال، فيما أكدت الأنور وتسجيلها لأكثر من 40,000 حالة التهاب الكبد الوبائي وتفشي التهاب السحايا والأمراض الجلدية المعدية. بنعاني من البعوض، بنعاني من الحشرات، حشرات عمرنا شفناها في تاريخ حياتنا من يوم ولدنا لحتى اللحظة، هذه النفايات بتأثر على كل مخيم كله. نيجي من اخر الدنيا عشان نلعب المية مالحة، نلعب المية وسخة، مية وسخة بنعبي، مية مرض هاي، مجاري مجاري. طلع لي دمك من البيار، من الدبان، من بعود، من حشرات، من كل حاجة. ولا تفوح من قطاع غزة سوى رائحة الموت، وأرادها الاحتلال مقبرة جماعية يموت فيها الفلسطينيون إما قصفا أو مرضا أو جوعا. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.